الماء عصب الحياة، والكهرباء محرك التنمية، وتوفيرهما بشكل دائم حق لكل مواطن. من هنا جاءت زيارة والي أدرار السيد حداد مباليا ترى لفرعي الشركتين في مدينة أطار. ففي الشركة الموريتانية للكهرباء تابع الوالي عرضا قدمه المدير الجهوي عن قدرات الشركة وتوسيع خدماتها في مختلف أنحاء مدينة أطار. المركز هون ما شاء الله ما عنده مشكلة، خاطر انه نتهيئ لهذه الحرد ما تبعيد، وحنا عندنا طاقة شمسية، طاقة ترامي الميجا 3000 كيلوات، وعندنا جروبات، عندنا 3 فيول، وعندنا 2 غازوال، وعندنا واحد جديد كاتربيلار ام ميجا والله 1200 كافية. في الوضعية الحالية ما عندنا مشكلة، والتوقعات على كل حال ما سيح أن دا ما عندنا مشكلة، ودعات المشكلة دور إن شاء الله تعالى نطلبوا الإدارة وتوفر ذلك يلا. وأتابع الوالي عرض مماثلا في الشركة الوطنية للماء من طرف المسؤول التجاري للشركة في أطار السيد حبيب كي، الذي أكد أن الشركة توفر الآن خدمات المياه لمختلف أحياء مدينة أطار، مضيفا أن ثمة نقصا في انسياب الشبكة المائية في بعض الأحياء ويجري العمل من أجل التغلب عليه. والي أدرار السيد حداد مباليا ترى أكد أن الهدف من الزيارة هو الاطلاع عن قرب على خدمات الشركتين وإعطاء التعليمات بضرورة التغلب على كافة المشاكل قبل حلول شهر رمضان المبارك وقدوم فصل الصيف، مؤكدا أهمية توفير هذه الخدمات لحاجة السكان لها. وعبر العمدة المساعد لبلدية أطار عن أهمية هذا النوع من الزيارات للمؤسسات الخدمية. شاكرين السيد الوائل لهذه الزيارة اللي مهمة، اللي تعتبر هي أهم زيارة قد تعدل في هذه الفترة به لهذا القطاعين الحيويين المهمين اللي هو قطاع صملك وقطاع SND. زيارة من أهم شيء للاتخاذ ومعرفة جميع المشاكل اللي عانها في الفترة، لذلك يتم التقلب عليها بأن نحن تفصلنا شهرين مع رمضان وحوالي ريت الشهر مع فترة الصيف، لأن هذه الزيارة الاستباقية نحن زمنها عاليا السيد الوالي وشاكرينكم عليها ونعرف علينا دورتو تيوكلها. ويشكو سكان مدينة أطار بشكل مستمر من الانقطاعات المتكررة في شبكتي المياه والكهرباء خلال فصل الصيف، الأمر الذي يجعل هذه الزيارة الاستباقية فرصة للقائمين على المؤسستين لتحسين الخدمة لتكون عند مستوى تطلعات السكان. لقناة الموريتانية محمد البلال، مدينة أطار.